يقول السائل: كنت أخرج الزكاة كل رمضان، وفي العام الماضي أخرتها إلى شهر شوال لعدم توفر المال عندي في شهر رمضان، وأنا اليوم أريد إخراجها في رمضان، فهل لي ذلك والحول لم يكتمل بعد؟ نعم، تخرجها، يجوز تعجيل الزكاة. لا، وأنت ذكرت أنها وجبت عليك في رمضان ولكن أخرتها لأن ما عندك فلوس، ما عندك دراهم، أنت معذور في تأخيرها، ولكن وجوبها تجب على تمام الحول. وأنت جعلت رمضان موعدا لإخراج الزكاة، فيكون هو تمام الحول بالنسبة لك. نعم، ولكنك أخرتها في سنة لأن ما عندك دراهم تدفعها، وهذا عذر شرعي. نعم.